السلام عليكم. النهارده اليوم ال 18 في رمضان، كل سنه وانتم طيبين. رمضان قرب يخلص، فخد بالك استغل الايام اللي جايه ديت. في سؤال بيتردد كتير ليا، بيجي لي بيقول لي طيب احنا بنتفرج على فيديوهات وفي حاجات جميله بتتقال، ولكن انا مش عارف اتغير ومش عارف اوصل لتحقيق هدفي. وده اللي انا قلته قبل كده في فيديوهات كتير. لو انت محتاج لو محتاج مساعده، حاول تتواصل مع حد يساعدك. لو انت محتاج مساعده مثلا في رياضه او في شغل او في حاجه، شوف مين الناس اللي في المجال حواليك يقدروا يساعدوك. ولو مش كده، ممكن تتواصل مع حد يساعدك ان هو يقدر يوصلك لتحقيق هدفك. لما بتيجي تتواصل مع شخص عشان يقدر يخليك تحقق هدفك، ده هو بيشوف صوره اكبر من اللي انت شايفها، لان انت بدليل ان انت مش شايف الصوره الكبيره، بقالك فتره كبيره قاعد في مكانك ما بتتحركش او مش عارف توصل لتحقيق هدفك ازاي. فالشخص اللي انت بترجع له عشان يساعدك، يا اما مثلا استشاره او اللايف كوتش او ايا كان، بيكون هو شايف حاجه انت مش شايفها، عشان انت بقالك كتير مع نفسك، عايش بقالك سنين مع نفسك وما بتتغيرش، او مش عارف تتغير. انت حابب تتغير لكن مش عارف، فهنا انت محتاج فعلا حد يساعدك. واكبر مثال احنا بنقوله ان انت لو مثلا شايف احسن لعيب في العالم، اذا كان كوره او تنس او سله، هل اللعيب دوت عنده مدرب ولا ما عندوش؟ الاجابه عنده مدرب. طب معنى كده هل اللعيب محتاج مدرب؟ هو محتاج مدرب عشان يشوف فيه نقاط القوه فين ويوجهه لنقاط القوه ويقدر يدفعه اكتر للامام. وده اللي احنا بنعمله، ان احنا بنشوف ايه التحديات اللي بتواجهك وايه الحاجه اللي انت محتاجها عشان نقدر نوصل لتحقيق هدفك. فبالنهايه بتوصل لتحقيق هدفك وبتلاقي نفسك انت ان يا ريتني من زمان كان عندي حد يقدر يساعدني. فلما تفكر فيها بالشكل ده، هتلاقي نفسك انت بتوصل بشكل اسرع لتحقيق هدفك، وده اللي انت عايزه في النهايه. لان انت عايز تنجح في الحياه وعايز تبقى سعيد في الحياه وعايز توصل لكل حاجه انت بتحلم بيها. ولكن مع التحديات اللي حوالينا، كل واحد بيبقى حواليه تحديات بشكل او باخر، فدي بتضعف منه. فهو محتاج حد ان هو يشوف الميزات اللي فيه، يخليه يدفعه للامام، يوصله لتحقيق هدفه، وفي النهايه بيوصل ليها. وعشان كده لو عايز تتواصل معانا او عايز تتواصل مع اي حد، ما تضيعش وقتك وتواصل مع حد يقدر يخليك توصل لتحقيق هدفك. وفي نفس الوقت لو تواصلت مع حد حسيت ان مش هو ده الشخص اللي ممكن يساعدني، مش مشكله، سيبه وروح لحد غيره. ما بنقولش ان انت تفضل معاه فترة كبيرة وفي الآخر ما تلاقيش مثلا ريزلت أو مثلا فايدة منه. فأنت خد بالك من النقط ديت عشان ما تضيعش وقتك وتلاقي نفسك أنت 5 سنين 10 سنين من عمرك راحوا، وفي الآخر تقول هو أنا عملت إيه في حياتي. سلام.